سلام البنات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نتقاسم معكم عسل منزلي، طريقه صنع العسل المنزلي، طريقه سهله ومضمونه وناجحه 100%. هنا عندي كيلو سكر حبيبات عادي، والكيلو الزوج توفر عندي سكر، هذوك يجوا حبات ولكن غير كيف كيف. السكر اي سكر عندك عادي. غادي ندير 2 كيلو تاع عسل، نستعمل 2 كيلو تاع السكر. ها هو هذا ثاني كيلو الثاني، هذا حبات. نستعملوا هنايا طنجره الضغط لا كوكوت مينوت، وهذا العسل سريع يوجد في ظرف 30 ولا 35 دقيقه ويجي ناجح. الان نزيد معاه هكا باش تشوفوا مليح، كما راكم تشوفوا عندي 2 كيلو تاع سكر، عندي شريحتين تاع ليمون، وهذا الليمون ما يخليش السكر ييبس معنا باش ما يديرش كي الكراميل ويدير داك باش ما ييبسش معنا، يكون العسل ناجح 100%. لازم الليم هو اللي ما يخليش السكر يدير كي الزداج. نزيد معه عود تاع قرفه، وهذه اختياريه، عندي هنا كيس تاع شاي ليبتون اختياريه، هذه لا عندك ديريها، ما عندكش ما ديريهاش. انا علاه زدتها؟ لانه السكر هذا تاع ليدل ما يحمرش بزاف من يطيب عسل، درت الشاي باش يحمر معايا شويه. وهنايا في 2 كيلو تاع سكر راني درت لتر من الماء، هذه القاروره عندي فيها لتر ماء، ولا درتي كيلو سكر ديري نصف لتر ماء، 500 مليلتر ماء. اذا كما قلت لكم الكيس هذاك تاع الشاي اختياري، الا تعرفي السكر تاعك موالف طيبه عسل وما يحمر لكش يقعد صفر، ديري له الكيس تاع الشاي، ولا ما كانش عندك كذلك تستغني عليه عادي. نحرك هنا بالملعقه حتى يذوب شويه السكر كما راكم تشوفوا، نحاول باش نذوب شويه السكر كيما هاك، وندير طنجره الضغط، ندير لها البلاع تاعها، وندير لها هذيك الصفاره، نديرها على نار هادئه، عفوا على نار قويه حتى تبدا تصفر هذيك الصفاره، نقص لها كامل النار، نديرها على نار ضعيفه جدا. بعد ما تصفر الصفاره نقص لها ونديرها على نار ضعيفه، ونحسب لها 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه نطفي النار، نقلع الصفاره، نخليها تخرج الهواء اللي فيها، ونفتح الكوكوت تاعي ونشوف العسل كي راه. اذا كان خفيف بزاف ما نزيدش نقفل عليها الطنجره، نحط غير البلاع ونعاود نشعل عليها النار، وانتم تشوفوا القوام تاع العسل اللي تبغوه. الا تبغوه ثقيل بزاف تخلوه يغلي بلوس زياده، والا تحبوه عسل خفيف كذلك كي يغلي بعد 30 دقيقه تطفوا عليه صاي ما تزيدولهش. نديها دروك على النار وبعد 30 دقيقه نوريها لكم. هنا راهو بدا يغلي، الان ندير البلاع تاعي تاع لاكوكوت ونخليه يزيد. هنا بعد ما هنايا بعد ما طاب العسل تاعي وبرد شويه، انا بغيتها ثقيل كيما هكا باش نديرها للمقروض كيما راكم تشوفوا. وانتم الا ما بغيتوهش ثقيل بزاف وكان تخوطا تقل معاكم بزاف العسل، كاين الحل باش تعاودي ترجعيه خفيف، تزيدي له قد كاس تاع ماء يكون حامي وتخليه يزيد يغلي. بعد ما يغلي يولي لك عسل عادي ما يكونش ثقيل بزاف. هنا العسل تاعي صايره هو واجد كما راكم تشوفوا، غادي نفرغه في هذا البلاره تاع الزداج، نفرغه كاع هنايا ونستعمله للمقروض ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها وتنجح معكم. وإلى عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بلايك ببارتاج إذا كان ممكن، وإلى الملتقى في الوصفة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.